بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
إن